بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم محبكم الدكتور أحمد عبد المنعم اللبودي السلموني، محدثا في برنامج جميل اسمه سوق الجمال. معكم وبكم ومنكم وإليكم يتجدد اللقاء. هنتكلم النهاردة عن معلومات جميلة قوي عن بعض المستحضرات والحقن لتجميل تجاعيد الوجه ولنضارة الوجه ولبشرة الوجه، مع وصفات طبية، مع وصفات غذائية صحية نستخدمها علشان خاطر نوقف أو نأخر أو نأجل التجاعيد اللي بتحصل في وشنا. الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك؟ قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك. نصب الحسن عرشه فسألناه لمن تراه فدل عليك. اليومين دول سمعنا بقى حاجات كتيرة، بوتوكس أو بوتكس. إيه أخبار البوتكس؟ عبارة عن إيه؟ فيلر. إيه هو ده؟ خيوط ذهبية حديثة، هل آمنة أم غير آمنة؟ هنتكلم وهنديكم بقى هديتنا، هدية قناة الصحة والجمال، رائدة الثقافة الصحية والتجميل والجمال بالوطن العربي وجمهوريه مصر والشرق الاوسط كله. نبدا بحاجه جميله جدا، ان الله جميل يحب الجمال. الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احسن تقويم. نسمع عن الفتيات الصغيرين اللي رايحه تعمل فيلر علشان خاطر نضاره وبشاره الوجه، أو الكبار في السن اللي أصيبوا بالشيخوخة واللي أصيبوا بنوع من أنواع التجاعيد وارتخاء في عضلات الوجه وجنات الوجه، عايزين نعمل فيلر. طب نقرأ في الأول إيه هي أسباب التجاعيد اللي في الوش. التكشيرة، ياه أنصحكم ما تكشروش، ابتسموا. الابتسامة بتعطي نضارة للوجه، مش أنا اللي بقول، ده النبي بيقول ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، يعني بتاخد اجر عظيم على انك تبتسم، وبتمنع ايه؟ التجاعيد. القلق والحزن والسهر الكتير طول الليل اللي بيصيب نبات السوداء تحت العينين، واللي بيصيب الوجه بالتجاعيد وبالضمور وعدم النضاره. الناس اللي ما بتشربش ميه، بننصحها تشرب ميه كتيره قوي، لان من ضمن اسباب النضاره والجمال ومن ضمن اسباب البشاشه في الوجه وحيويه الوجه شرب الميه، من 8 ل 12 كوب ماء في اليوم. التعرض لأشعة الشمس بتؤدي إلى موت بعض الخلايا واختزال لبعض الكولاجين الموجود تحت الجلد وضمور بعض الخلايا الدهنية اللي بتدي نضارة للجلد وللوجه. علشان كده بنقول نخلي معانا على طول واقيات الشمس، صن بلوك والكريمات المعروفة في كل مكان. الأهم من كله الأغذية الصحيحة السليمة اللي بتعطي نضارة للوجه وللجسم وصحة وتدي حيوية للجسم. أحبائي وأعزائي، نتكلم الأول عن الفيلر. طب هو إيه الفيلر ده؟ الفيلر ده بيسموه الحشو التجميلي، أو بمعنى أدق زي حشو الأسنان، ده حشو في الأماكن اللي فيها تمور أو ترهلات أو اختفاء بعض نضارة الإيه؟ الوجه أو الجلد، سواء كان في العنق أو في العينين حواليها أو في الحواجب أو في الإيه؟ حوالين التشيك اللي هو الخد أو الوجنات أو الجبين. الفيلر ده عبارة عن مواد كيميائية، عبارة عن كولاجين أو هايليورينيك أسيد أو سيليكون. المواد دي تدي للجسم أو تعطي الجسم أو تعطي الوجه طبقة جيلاتينية أو سوائل جيلاتينية، فعلشان كده بتعمل شد ونضارة للجسم. كويسة؟ آه. بس مين اللي بيقوم بيها ومين اللي بتتعمل له؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده الأول. مين هو ده؟ لازم طبيب، وطبيب بشري خريج كلية الطب. رقم اتنين، عنده دورات وشهادات خاصة به. رقم تلاتة، لازم يكون مؤهل سواء كان جراح التجميل أو طبيب طب أسرة أو أمراض جلدية. أي حد تاني ياريت نشوف شهاداته ونشوف على أقل التايتل بتاعه وترخيص مزاولة مهنته، علشان كثر الحديث عن التي أهواها. جميع المراكز دلوقتي بتقوم بعملية الحقن، ولكن الأعراض الجانبية والمضاعفات اللي هنقول عليها دلوقتي مصيبة كبيرة. هتقولي في مضاعفات؟ نعم.
ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من حقن الفيلر؟ رقم واحد الحساسية، رقم اتنين جسم غريب بحطه في الجسم ممكن يتفاعل معه يؤدي الى حاجة بيسموها التورم الحبيبي، وده ناتج عن تفاعل بيسموه انتيجين انتيبوديز رياكشن، تفاعل نتيجة عوامل اجسام مضادة للجسم الغريب اللي انا حطيته في داخل وجه الانسان. رقم تلاتة ومهم جدا، تكتلات، بيسموها تكتلات، ان انا بحقن فبدل ما بيتوزع تتم توزيع الحقن او ماده الكولاجين او الهايالورونيك اسيد او السيليكون على المسافه يتجمع في منطقه واحده ويؤدي الى حاجه بيسموها تكتلات. ممكن يعمل هيماتوما، ممكن يعمل كدمات دمويه، ممكن يعمل خراج، ممكن يعمل التهاب، ممكن بدل ما انا بصلح بحاجه ببوظ بحاجه تاني يعمل لي تشتت. حاجه تانيه البوتكس، البوتكس هتسمع كلمة غريبة، عارف يعني بوتكس؟ هتسمعها مني أول مرة أو ربما سمعتها من بعض الناس. مستخلص من بعض أنواع البكتيريا بمادة، المادة دي بيتم حقنها في الأماكن اللي فيها ترهلات أو موجود فيها ارتخاء في العضلات. تمام أعزائي وأحبائي، معانا فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله رب العالمين. عدنا إليكم أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال لنتحدث ونتكلم ونتحاور عما هو جديد في علاج الترهلات، ارتخاء، التجاعيد، الشيخوخة. أحبائي وأعزائي بنتكلم الآن عن البوتكس، والبوتكس زي ما قلت لكم مستخلص من بعض أنواع البكتيريا اللي بيتم حقنه في الأماكن ولكن بدون أضرار. آمن؟ نعم آمن، ولكن كمادة كيميائية لها أعراضها الجانبية. البوتوكس يستخدم في بعض المناطق والأماكن المعينة، مثلا على سبيل المثال ليس فقط لإزالة التجاعيد أو لنضارة البشرة أو للترهلات المتواجدة في داخل الجسم سواء كان في منطقة الوجه، لكن يستخدم أيضا في قلة أو إقلال من التعرق، لأنه طبعا بلا شك طريقة عمله هتسمعها مني دلوقتي. طريقة عمل البوتكس انه بيقوم المادة الكيميائية المشتقة والمستخلصة من بعض انواع البكتيريا بتقلل من وتشل حركة النبضات اللي بتنتج من الاعصاب للعضلات، فتؤدي الى ارتخاء العضلة التي تؤدي الى الترهلات او شد الوش او العضلات التي تؤدي الى الشيخوخة او التجاعيد، وبيسموها العضلات المعبرة المسؤولة عن الابتسامة وعن الضحكة وعن الفصال. لكن في عندنا مشكلة كبيرة، مجلة بريطانية عملت بحث كبير قوي ونصحت وبشدة عدم استخدام البوتكس لسن المراهقة وخاصة من 15 لسن 25 سنة، لأنه بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى ضعف في النمو العاطفي والمشاعر والأحاسيس. انتشر عندهم في دول اوروبا عايزين يعملوا حاجه اسمها البوكر فيس، بوكر فيس بحقن ايه؟ بحقن البوتكس، لدرجه ان اطلقوا على البوتكس اسمه سم الاعصاب، سم الاعصاب. علشان كده بنقول له اعراض؟ نعم له اعراض كتيره، جسم غريب ممكن يؤدي الى مضاعفات شديده لو تم امتصاصه عن طريق العينين، لانه ممكن يتعطي عشان الهالات اللي حوالي السودة اللي حوالين العين، لو امتص عن طريق العين الشعيرات الدمويه يؤدي الى انسداد في بعض الشرايين، ممكن يؤدي الى ضعف الابصار، كذلك ممكن يؤدي الى السكته الدماغيه، او
يؤدي الى امراض خطيره كالصداع، لانه ده بيعمل شلل العصب او بيعمل نوع من انواع الحساسيه او التورم. له اعراض جانبيه كما ان له فوائد لبعض، لكن هو علاج فعال وعلاج ناجح في علاج التجاعيد بسبب الشيخوخه او الشمس او بسبب تكشيره، اللي انا بقول لكم اضحكوا وابتسموا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. نبتعد عن الحزن، نبتعد عن الكآبة، وهنقول نصايح وهنقول وصفات دلوقتي إن شاء الله بعد ما نعرف الصيحة الجديدة ألا وهي الخيوط الذهبية. الخيوط الذهبية تستخدم الآن في عملية إزالة التجاعيد وشد الوجه ونضارة البشرة. عبارة عن إيه؟ ما هي إلا خيوط جراحية. الخيوط الجراحية دي بتتكون من مادتين، إما عبارة عن بولي لاكتيك أسيد أو بولي جلايكونيك أسيد. والخيوط الجراحية دي يمكن امتصاصها بفترات معينة، لكن إن هي بتعالج التجاعيد للأسف الشديد فترتها قصيرة، لأن ممكن تمتص عن طريق الجسم وتمتص منها عن طريق برضي الجسم. الفترة بتاعتها لا تستمر أكثر من 4 إلى 6 أشهر. علشان كده إحنا بنقول استخدامها وترجع التجاعيد مرة أخرى، فنضطر نستخدم برضو الخيوط الإيه الذهبية مرة أخرى. خطورة الخيوط الذهبية إن طبعا زي جسم غريب، زيها زي البوتكس، زيها زي الإيه الفيلر، ممكن تعمل نوع من أنواع الحساسية أو الطرد الرياكشن أو التجمع أو التكتلات، أو ممكن تؤدي إلى الصدمات أو تؤدي إلى الكدمات أو تؤدي إلى التورم. طبعا كلها دي أعراض جانبية مع الطبيب المتمرس والمتدرب كويس جدا ممكن ما يحصلش معاه اي نوع من هذه الاعراض. الفيلر ممكن فترته كبيرة ويسموه فيلر ممتد، او ممكن فترة بتاعته من 4 إلى 6 إلى سنتين، ونرجع نحقن برضو فيلر مرة اخرى. هذه صيحة التجميل. طب نرجع مرجوعنا ونقول بقى نرجع للطبيعة شوية ونشوف بقى ماسكات طبيعية هكلمكم عليها دلوقتي وحاجات تعمل نضارة للبشرة. اولا بعض التعليمات. رقم 1، يا ريت ما نتعرضش للشمس كتير. اللي خايف على نفسه بنخش في تجاعيد، اللي خايف على نفسها هتخش في شيخوخه، اللي عندها ترهلات في الوجه واللي عندها تجاعيد في الوجه، اسمعي بقى مني النصايح دي والوصفات اللي هقولها طبيعيه، هديه من قناه الصحه والجمال لكل ما هو جميل. ابتعد عن الشمس، ابتعد عن اشعه الشمس. رقم 2، الاكلات الصحيه الجميله، ممارسه نوع من انواع الرياضه. الرياضه بقول دايما الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. تركت الرياضه في ايه؟ في صبايا فتركتني في كهولتي. تنشط الدوره الدمويه، تنشط العضلات والمفاصل، تنشط العمود الفقري، تنشط القلب والاوعيه الدمويه، تمنع الترهلات وتساعد على حرق كميه من الدهون الموجوده في داخل الجسم. الأغذية الصحيحة السليمة، الخمس أطعمة اللي احنا بنقولهم في كل مكان وفي كل زمان. أول حاجة البروتينات لا تزيد عن 15 إلى 20%، كربوهيدرات النشويات رز مكرونة بطاطا بطاطس لا تزيد من 50 إلى 70%، الدهون لا تزيد من 20 إلى 30%، ثم بعد ذلك الفواكه والخضروات اللي بتؤدي إلى نضارة البشرة، وآخرهم الماء. صدق الله وكذب ما دون ذلك، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نضارة البشرة، حلاوة البشرة بشرب كميات كبيرة من الماء. طب تعالى نقول وصفتين ثلاثة كده للسادة المشاهدين. أول حاجة وصفة جميلة جدا اسمها عسل النحل بالكاموميل لنضارة البشرة لإزالة التجاعيد، نعملها في البيت، ولا نشتري ماسكات، ولا نخش على أدوية، ولا كريمات مغشوشة، ولا كريمات مضروبة، ولا حاجات محفوظة بمواد كيماوية تصلح حاجة لكن هتبوظ حاجة تانية. أول حاجة عسل النحل، 2 معلقة عسل نحل، 3 معالق ردة، معاهم 2 معلقة أو بمعنى 3 جرام من زهرة الكاموميل، نعملهم على هيئة عجينة، نحطهم على الوجه لمدة 15 دقيقة، بعد كده بنقيع زيت الكاموميل بقطنة مبللة نمسح به الوجه، ثم يغسل بعد ذلك بماء دافئ. وصفة تانية برضه عشان السادة المشاهدين يستفيدوا منها، زيت الزيتون والبيض، عدد 1 صفارة بيضة زائد 2 معلقة دقيق أبيض زائد 2 معلقة زيت الزيتون زائد 2 معلقة حليب لبن طازج، نعملهم على هيئة عجينة،
نحطهم على الوجه لمدة 15 دقيقة وبعد كده يغسل بالماء الدافئ. الوصفة الثالثة عبارة عن عسل النحل بالخميرة، 2 معلقة عسل نحل، 2 معلقة لبن طازج، زائد 2 قرص خميرة بيرة نشتريهم من الصيدلية ونسحقهم نطحنهم يعني بالخلاط يبقوا على هيئة البودرة، نعملهم كنقيع لمدة 15 دقيقة عجينة يعني، نحطها على الوجه والرقبة بس نبتعد على العينين عشان ما نعملش حساسية، ونغسلهم بالماء الدافئ بعد كده ايه بربع ساعة، هتشوف النضارة وتشوف الجمال. عندنا آخر حاجة برضه وصفة تانية هنقولها غير الأغذية اللي هنقولها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين، عبارة عن خيار مع علب زبادي خالي من الدسم وخاصة للبشرة الجافة، نشيل وش الزبادي أو نجيب زبادي خالي من الدسم ونعمل معاه خيارة أو خيارتين، نضربهم بالخلاط ونحط عليهم معلقة عسل نحل ونعمله للوجه تلطيف ترطيب، إزالة التجاعيد، إزالة البثرات السوداء، بعد كده نسيبه لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة ونغسله بالماء الدافئ، هتشوف نضارة الوجه وهتشوفي جمال الوجه بعد كده. جمال الوجه مرآة المرأة ولكن ينعكس على باقي أعضاء الجسم. أحبائي وأعزائي، طب ما نقول بعد الأطعمة اللي ممكن تغذي البشرة وتساعد على نضارة الوجه وتساعد على نضارة الإيه؟ على نضارة العينين وبريق العينين ونضارة ونعومة الوجه. أول حاجة 200 جرام من السبانخ أو البقوليات، زائد 400 جرام من المشمش، زائد 200 جرام من الملفوف اللي هو الكرومب، ناكل يوميا يتسوي ويتغلي ويعملوا على هيئه مشروب في الخلاط، زائد 200 جرام من الفاصوليا، ده بيديك حاجه اسمها بيتا كاروتين، والبيتا كاروتين ده مهم لتغذيه وتنشيط وحيويه الجلد. اخر حاجه 2 برتقانه او حبتين من نبات الكيوي، زائد 200 جرام من الملفوف، زائد 100 جرام فلفل اخضر، نحطهم على هيئة سلطة، البرتقال يتاكل لوحده، الكيوي يتاكل لوحده، الفلفل مع الملفوف يتسلقوا مع بعض ويتاكلوا، بيدينا فيتامين جيم اللي بيغذي البشرة ويعطي نضارة للبشرة. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال، الجمال يسكن كل ما حولنا ولكن ليس كل منا يرى الجمال. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أتمنى من الله أن أكون قد أوفيت. أخيرا وليس آخرا، أخيرا وليس آخرا، نضارة الوجه ونضارة الجسم وصحة الجسم تنبع من الابتعاد عن القلق والحزن والفكر والسهر، لأن القلق والحزن هما اللذان يؤدان إلى التهاب في الأعصاب وتحيك في الوجه ويؤدي إلى عدم نضارة الوجه والشيخوخة والتجاعيد المبكرة. الهواء الطلق، الرياضة وممارستها، الأكلات الصحية الطبيعية، الإكثار من الحليب والبيض، الإكثار من الزبيب، 3 معالق زبيب يوميا تؤدي إلى نضارة الوجه، استخدام زيت الزيتون لأنه يؤدي إلى هدم وهضم دهون الكبد، استخدام الزنجبيل سواء كان زيت الزنجبيل كماسك للوجه يؤدي إلى نضارة البشرة وحيويتها. لا أملك في نهاية حلقتي إلا أن أقول لكم سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، وإن شاء الله في لقاء متجدد معكم فانتظروا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.